عجيب. اي هذا التكمة لأمي رحمة الله عليها. ذهبت وايد يمه. من فضل الله، حتى فركاتي من ذهب بفصوص فيروز. فركيته؟ هي يعني ماشت الشعر. عشتوا حتى ماشت الذهب؟ هي راحت أيام الدلع والشباب، لو شفتي حتى شيلتي جلابها ذهب. الله يما وناسة، أبي أشوف فركيتك الذهب. بالصندوق الثاني في طاسة بعد. ما شاء الله عندك وايد ذهب يما. وهذا كل أهلك. صدق؟ إيه بس مو هالحين، من يعرس عليه تحمد؟ وعساني ما أخذ حمد ولا الذهب. هو ليش يا عيوني؟ من تلقين أحسن من حمد؟ باخذ خميس حده طيب. هو الله لا يقولها، من مثل عمة تأخذ الصبي اللي يخدمها. حصة حطي كلامي على بالة زين، مثل الترتية في ذونة رايلة حمد ولا أحد غيره. يما ما أحبه ما أحبه، كلها وشني ويطقني. يا حبيبتي شلون ما يصير حمقي، والله ما يلام، توهم ميته وعقبه باسبوع التلبه انفضخ قلبه من البته والسهر. حبيبتي والله شايت في هذه، في هذه كلها لت تشوفين، وهذا بعد، هذا بعد شوفي زين، هذا 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 تك تك لت يا عمري حبوبة شوفي. حمد صاير لك أهلامك الكل يشكي منك يا ابو حيل، مخنوقانة كلها منك، ما وديت امي الهند التعالج مثل ما قال لك عمي جاسر، ولا خليت سحيمتي عندنا البيت، قلت ان الملائكة ما تدش البيت اللي فيه كلب، كم اثنينهم راحوا، أكثر اثنين بالدنيا أحبهم راحوا، وأنا أنا أبوك ما تعبني؟ بلا يبا أحبك، ما بقالي غيرك في الدنيا. لا بقالك واجد، أمك لولوة، ربعك، خميس اللي يعزك، حصة اللي تحبك وتخاف عليك. لكن يا يبا إذا أنت خسرت أمك وخسرت كلبك أنا خايف عليك تخسر نفسك. نفسي؟ إيه تخسر نفسك، لصرت مثل اللي سموا كلبك، لا عندك أخلاق ولا سلوك ولا دين، وانت رجال حافظ القرآن الكريم، أخلاقك لازم تكون كريمة، أخلاق القرآن وحامل القرآن مو للكشخة، لا حامل القرآن لازم تعامل بأخلاق القرآن بالسلوك، وأنا أبيك تغير أخلاقك. حاضر يبا تبشر.